احلى ما في اللقاء النهارده، واحلى ما في امبارح والنهارده، واحلى ما في ال 48 ساعه، واحلى ما في الكوره عامه. الصورتين اللي هعرضهم دلوقتي، الصوره اللي كانت امبارح في الدقيقه 74 ما بين الهلال والزمالك في السعوديه على كاس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجمهور الزمالك قام بيها ورد على طول جمهور الاهلي النهارده في الدقيقه 20. دول بيتذكروا يعني شهداء النادي الاهلي في حادثه بورسعيد اليوم الاسود في الكره العالميه، ودول بيتذكروا يعني شهداء الزمالك في الدفاع الجوي. احلى ما في اللقاء، واحلى ما في اللقاءين، واحلى ما في الكوره، واحلى ما في الدنيا كلها الكرويه ال 48 ساعه اللي فاتت دول، الصورتين دول. الصوره الاولى اللي فيها جماهير الاهلي في الدقيقه 20 يعني بتحيي ذكرى ال 20 شهيد لنادي الزمالك في الدفاع الجوي، والصوره اللي بعدها على طول او اللي تحتها على طول اللي هي ديت خلوهم مع بعض جماهير نادي الزمالك في الدقيقه 74. يعني احلى ما في الموضوع، احلى من التصريحات واحلى من كلام المسؤولين اللي هو ممكن يروح لتصرفات مش مسؤوله خالص، يعني اقرب لتصرفات الناس الصغيره، لكن دول يعني رغم تواجدهم في المدرجات فهم بيتصرفوا تصرفات الكبار. ده احلى حاجه من وجهه نظري، واللقطه المضيئه الاكبر في ال 48 ساعه اللي فاتت.